أهلا ومرحبا بكم في هذا المقطع الجديد. أنا كنت اتكلمت قبل كده عن تسلسل الأحداث كوريا الشمالية، إيران وباكستان، والحكاية مش محتاجة عالم ذرة أو باحث في علوم التاريخ أو هي شيء واضح. كوريا الشمالية كيم جونغ أون ده قاعد يهرتل شوية، وإحنا يعني عشان يثبت وجوده، دي حاجات كلها معروفة يعني بيستخدموها سياسة سياسة عشان يعني يبقى شكله حلو قدام أهل بلده، يعني إن هو بيشد على ترامب. لما ترامب لقاه بيلعب كده قال له طب خلاص إلغي كله، إلغي كله يعني هتلعب بقى كده، هسطح لك بلدك، يا إما تعدل كده وتفوق وإلا في لغة القوة بعد كده، ما دام ما بتفهمش غير لغة القوة في لغة القوة. وبعديها بقى احنا زي ما عندنا في مصر بيقول ايه، سحب ناعم. لا لا، احنا طبعا عايزين نتكلم ونشوف ونحل المشكلة. في ناس تخاف ما تختشيش، في ناس تخاف ما تختشيش، ده المثل المصري اللي عندنا، وده واحد منهم. تكلمه بالأدب وبالذوق، وده اللي كان بيعمله الحاج أوباما رضي الله عنه، كان هيوصل الدنيا معارك حرب عالمية ثالثة بأسلحة نووية. لكن العيال اللي زي دول لما تقرص عليه بيخاف، عيل هو 27-28 سنة، ده عيل. فاللي حصل انه فعلا اتقابلوا وبسرعة خلصوا الأمور، وتعهدت كوريا الشمالية وكيم جونغ أون إن هما يدمروا المفاعلات الذرية وأماكن الاختبار النووي والكلام ده كله، وبدأوا فعلا. واللي أنا قريته إنه في لحظة، هي اللحظة دي لسه ما جاتش، بس في لحظة معينة لما بيفكوا شيء معين خلاص، ما دام وصلت لتفكيك الشيء ده عشان ترجع تبني للأسلحة النووية مرة تانية، بتبدأ بقى تاني من الصفر، بتبدأ تاني من الصفر. فدي اللحظة دي لسه ما جاتش، ولكن المسموع والمعروف في الأخبار إنه كيم جونغ أون بدأ إدى أوامر بتفجير كل أماكن الاختبارات النووية والقواعد وكل ده، وبدأوا يحلوا المفاعلات ويخلصوا على الكلام ده. ده لأنه فيه رئيس جه بيقول اللي بيعمله وبيعمل اللي بيقوله، مش بتاع بطيخ زي الحاج أوباما رضي الله عنه. ده كان بطيخة، أوباما ده كان عاهة، كان عالة على مش المجتمع الأمريكي بس، ده كان عالة على العالم كله. كويس، في الفيديو لو ترجعوا للفيديو كوريا الشمالية إيران وباكستان هتلاقوا نفسه التسلسل ده. ليه أنا بذكر كوريا الشمالية دلوقتي عن الموضوع انتهى؟ لأنه حالا نفس النمط اللي كان بيحصل من كوريا الشمالية، ان ترامب بعت لهم رسالة فكوا الكلام ده وقالوا عشان ايه الدنيا ما تضلمش عندكم، بالبلدي كده زي احنا ما بنقول في مصر، عشان تتفادوا ايام سودة بالبلدي، يعني عشان ما تشوفوش ايام سودة. وطبعا بقى ايران نفس الشيء، مع العنجهية بتاعت
سيدنا محمد رضي الله عنه نفس العنجهية يعني، وانجنح للسلم فاجنح لها، يعني تنك كده اضرب، لما تلاقيهم بقى خسعوا قول لهم تعملوا كذا 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 وتحط بقى شروطك كويس. فهنا ده ترامب ما بيلعبش لعبة العيال ده، عايز تجنح للسلم اهلا وسهلا، مش هتجنح هنجنح اللي خلفوك. وده بدأ هي مع الشيعة لأنهم أقلية، حوالي ربع المسلمين شيعة كفار ولا كلب من وجهة نظر السنة طبعا كويس. نلاقي دلوقتي روحاني بيقول هو، لو نفتكر أيام صدام حسين رضي الله عنه نفس الأسلوب، ستكون أم الحروب، ستكون وعمل فيها بتاع. أنا شكيت إنه يمكن عنده حاجة فعلا في الخبايا بتاعته، هيدمر أمريكا، يأذي أمريكا أذية كبيرة، وهنعمل ونسوي وهذه أم الحروب. في أقل من 24 ساعة كتل بغداد وكل الأماكن اللي فيها، الأماكن الحيوية اللي فيها إما أسلحة أو ذخيرة كانت مدمرة تماما. كل أماكن الأسلحة والذخيرة والأسلحة التقيلة انتهت في 24 ساعة، وفترة بسيطة الجيوش التحالف بقيادة أمريكا وصلوا بغداد في مدة بسيطة جدا، مفيش مقاومة خالص. نفس يعني ما بنتعلمش العنجهية اللي احنا واخدينها دي، انجنحوا للسلم فاجنحنا لها، لانه احنا الابضيات اللي احنا اللي نقول لك انت تدفع جزية وانت اهل الكتاب وانت اهل كراس وانت ابن كلب واطي، لازم احنا ايه يعني نبان ان احنا ماشيين العالم. على ايه ماشيينه؟ على ايه؟ احنا عارفين نمشي نفسنا. شوف كده الدول العربية والاسلامية في ذيول الشعوب، انت مش قادر تمشي نفسك، عايز تقول للناس تمشي ازاي؟ اكتر دول العالم جهل الدول الاسلامية، يعني بيزيد الطين بلة الدول العربية أسوأ من الإسلامية. يعني لما نشوف إندونيسيا مدام بعيد عن اللغة العربية وسموم القرآن بتقدمه أكتر، تنسى القرآن ده والسنة والشنيعة والكلام البلاوي ده، هو تخلص منه تتقدم. إسرائيل اللي هي تأسست سنة 48 كانوا بس مجموعات كده صغيرة هاجروا إلى إسرائيل، وطبعا كان في فئة هناك عايشة هناك ولكن ما كانش ليها سلطة أو سنة 48 يعني 70 سنة بدأوا يجهزوا إن هم يضعوا رجل على القمر، يطلقوا سفينة فضاء إلى القمر. ما عملتهاش انجلترا، ما عملتهاش فرنسا، واحنا لسه بنتكلم ازاي نشرب بول البعير وارضاع الكبير ولبن الحمير ونستنجب الحجارة وليس العظام. اه يا عظامي انا، اسبانيا اللي تعتبر اقل دول أوروبا تقدما في العلوم والتكنولوجيا، أسبانيا في كل سنة بتقدم براءة اختراعات تفوق كل براءة الاختراعات اللي بتقدمها كل الدول العربية والإسلامية مجتمعة.
اسبانيا اللي هي في زيول في زيل اوروبا، براءة الاختراعات اللي بيقدموها الناس هناك تفوق كل الدول العربية والإسلامية مجتمعة. لو العرب فضلوا هناك بعد ما طارق بن زياد رضي الله عنه غزا أسبانيا، لو فضلوا هناك كانت أسبانيا هتبقى زي المغرب، فساد وقلة أدب ورشاوي وانحطاط وتخلف، وصلى الله عليه وسلم. ما احناش قادرين نشوف دي، بس هو أحسن ما فينا محمد نبينا. على إيه؟ على إيه أحسن ما فينا محمد نبينا؟ جاب إيه؟ لو المسلم بس ياخد خطوة لورا كده ويقول طب خلينا فكر، محمد نبينا ده جاب إيه؟ إيه أهم حاجة في القرآن جابها محمد نبينا؟ جاب إيه؟ هو سارق شوية إنجيل وشوية توراة وشوية أساطير الأولين وعمل له كتاب، وبيقولوا إحنا عايزين كتاب، قال لهم خدوا كتاب أهو، كتاب القرآن. أما الناس اللي هي كانت متعلمة في وقته، أحبار اليهود ورجال الدين المسيحي، شافوا الكلام ده، أنت بتهرج، بتقول إن أنت نبي، أنت بتهرج، إيه نبي؟ بتتنبأ بإيه؟ إيه نبوءتك؟ جبريل جالي وقال لي اقرأ، أهلا وسهلا، ما إحنا كلنا بنقرأ، إيه يعني بتقرأ؟ قال لك اقرأ. وحتى لو اتعلمت تقرا وما بقتش جاهد، ايه يعني؟ ما ناس كتيره بتقرا. المهم خلينا في الموضوع ده، صلب الموضوع هنا انه زي ما كان يعني يكون في توازي هنا، parallels، اللي بيحصل فيه حصل مع كوريا الشماليه والعنجهيه شويه دي، وبعدين ايه وطي نزل تحت ومضى وكله ماشي دلوقتي شغال نفس اللعبة. وعلعبها قبل كده صدام حسين، ولو الحرس الثوري تكبر في دماغه بقى ويفكر ان هم ده احنا بدأنا نعمل مفاعلات ذرية ومش عارف ايه، وعندنا غواصات وعندنا مش عارف ايه، يعني لو طولوا قوي هياخدوا 48 ساعة. تدمير الجيش الإيراني بما يحويه يمكن ياخد 48 ساعة. هي إيران كانت بتحارب العراق والاتنين بيخبطوا ببعض لمدة أعتقد 7 سنين، وده مش قادر يقضي على ده ولا ده قادر، يعني في تكافؤ. العراق خدت 48 ساعة وخلص صدام حسين ده طلع يجري هربان. نفس الشيء هاخد له 48 ساعة وتلاقيهم كل العصابة اللي هم بتوع صلى الله عليه وسلم دول طالعين يجروا يستخبوا في بحور الفئران اللي هي كان زي صدام حسين مستخبي فيها، كل واحد هيدخل جحر وهيطلعوه، هيطلع أطلع كويس. فأنا كنت مش حكيت تنبأت، هي أصلها واضحة، قلت كوريا الشمالية الأول هيليها إيران، هو برغم من المشادات اللي هي بتحصل دلوقتي خلال أسبوعين أو ثلاثة بالكتير هنلاقي إيران بتطلب إن هي خلينا نتكلم بقى، جه وقت الكلام، خلاص وقت الجعجعة خلص وعملنا ظهرنا قدام الشعب الإيراني إن إحنا عيال فتوات وكده وإنتوا بقى يجنحوا للسن عشان إحنا كمان نجنح لها، وهم بيضربوا على قفاهم عادي يعني، ها؟ زي صدام حسين، زي كيم جونغ أون بتاع كوريا الشمالية.
ده اللي بيحصل، انت نبأت بيها تسلسلا، كوريا الشمالية وإيران بدأت، ولو هيطولوا هتتمسح، الجيش الإيراني هيتمسح. وبعد كده هتبقى هيفضوا لباكستان. ليه؟ لأن ترامب، لو الناس دي بس بتفكر شوية، ترامب رجل أعمال. هات أي واحد عنده بيزنس، حتى لو بيزنس صغير، وشرح له الموضوع، هيقول لك أنا عايز إنجازات، شيل ده من السكة وشيل ده من السكة، خلينا نعدي. وده اللي بيعمله العسكريين، عايز يوصل لمكان معين وفي عقبات في النص، يروح مدششها عشان يعدي، مدغدغها عشان يعدي. فترامب ليه اللي هم الكابن اللي هم يعني الدائرة القريبة منه، فيهم ناس عسكريين وعندهم خطط، ممكن نعمل كذا 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 لو عملوا كذا، لان هم عارفين ان ترامب عايز انجازات، مش زي الخيخة ده اسمه اوباما فندي ده صلى الله عليه وسلم، عايز انجازات، عايز دي بلده. ده احنا يا ريت اي قائد عربي او مسلم يكون قلبه على بلده زي ترامب، يبقى عايز ينهض بالبلد كده ويطلع. سد النهضة في مصر لو كان فيه راجل في مصر يقف ويقول لا لا، ده المية دي احنا نجوع ونعطش، 100 مليون لو حد يلعب بحصص المي، ولا عملوا لمصر اي اعتبار وبانوا سد النهر عادي. يا ريت كان في مصر راجل يقف كده ويدافع عن مصر ويقول لهم اذا عملتوا هعمل كذا. محدش، جعجعه على الفاضي، جعجعه على الفاضي. ده يعني انا اتكلمت برضه الحلقه اللي فاتت واللي قبلها عن التناقض في افكار المسلمين اللي احنا وارثينه من سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام، مش كده؟ آخر حاجة هي ملهاش دخل بالموضوع ده، أنا لسه لحد دلوقتي مش عارف أسمي المقطع ده إيه، لكن هو فيه شوية هي تطورات يعني ملحقة بالكلام اللي اتكلمت عليه قبل كده، اللي هي التناقض وفتحة الصدر دي، وإحنا مفيش اللي هو الظهر نسند عليه، يعني الشيء اللي نسند عليه استناد قوي مفيش، بما في ذلك إيران. يعني هم إيران هم مسلمين، سنة أو شيعة، هم شاربين من نفس المنبع، سنة أو شيعة شاربين من نفس المنبع، من نفس الخرافات، كويس، ونفس العنجهية، فبيعملوا نفس الشيء. الشيء الوحيد بقى هو مختلف شوية عن دي، بس برضو بيورينا التناقضات الموجودة في الإسلام والمسلمين. محكمة سودانية تبطل زواج طفلة عمرها 11 سنة تزوجت من رجل عنده 40 سنة، فسخت الزواج لأنه دي طفلة. لو الشريعة الإسلامية شريعة صحيحة، كلام الشريعة يمشي على المحكمة، مش كلام المحكمة اللي يمشي على الشريعة. لكن المحكمة بتتكلم من منطلق إنساني، بيقولوا إن دي قلة أدب، لكن الشريعة بتشرع تتجوزها وهي عندها 9 سنين،
محمد عنده 54 سنة اتجوز واحدة عندها 9 سنين، يبقى عادي. يعني لما يكون عندها 11 سنة هو عنده 40 عادي. لكن المحكمة السودانية، المحكمة العليا السودانية، أوقفت، فسخت عقد الزواج، قالت لا ده مش زواج. يعني لو ناخد دي كده ونفكر فيها، لما محكمة تلغي تشريع ديني، ومحكمة بتلتزم بنفس تعاليم الدين، بنفس الدين، يعني مش محكمة إسرائيلية صهيونية مجوسية هندوسية بوذية، محكمة السودان مسلمين. لما محكمة إسلامية تلغي تشريع إسلامي، مش تشريع إسلامي مثلا شيء عن الصيام مثلا، أو شيء عن شيء جانبي، معاملات بنكية زي ما شفت شيخ الأزهر لا، المعاملات البنكية والفوائد عادي، ده مش المقصود به الربا، ده مش ربا، لا دي ممكن يعدي بيها ويفلت كويس. إنما ده الوسطى الكبير محمد، ها، وهو 54 سنة اتجوز طفلة عندها 9 سنين. فلما المحكمة ترفض واحد عنده 40 سنة بيتجوز طفلة عندها 11 سنة، بيقولوا محمد كان بيعمل شيء بذيء. تناقض ده ولا مش تناقض؟ ده شيء تلقائي، مش محتاجة عبقري عشان أو برين سيرجن، يعني جراح مخ عشان يشرحها لك. بيقول لك المحكمة دلوقتي كونها تفسخ الزواج ده، هو بتقول ده كلام مش كويس، بيقولوا محمد ارتكب جريمة بذيئة. ايه رأيكم نقول نصلي على النبي دلوقتي؟ نحتاج صلاة النبي مش كده؟ يلا نصلي على النبي. شكرا وإلى اللقاء.